بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. وزي ما تعودنا مع بعض على مدار سنتين، يمكن النص الأول بيكون في حلقتنا بيكون مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها، وبنجيب كل الأخبار اللي بتخص منتخباتنا وفرقنا في النادي الأهلي والمباريات والمنافسات القادمة، ده بيكون في النص الأول. النص الثاني بيبقى فقرة حوارية. طبعا عارفين حضراتكم انه الصيف اللي فات كله او الشهرين ثلاثة اللي فاتوا كان عبارة عن ميركاتو لكل الفرق الرياضية في النادي الأهلي لضم المزيد من اللاعبين المصريين واللاعبات المصريات وايضا الأجانب اللاعيبة المحترفة في كل فرقهم، وبيبقى ميركاتو كبير النادي الأهلي بيبقى خلية نحل عشان يعني يوفر الدعم لفرقه. من ضمن هذه الفرق واللي شهد جدل كبير جدا مع بداية الموسم وهي فريق كرة الطائرة سيدات. شفنا مغادرة البعض للأندية أخرى، ولكن النادي الأهلي نجح في استقدام لاعبات لا يقلن أبدا عن اللاعبات اللي يعني سابوا النادي الأهلي. كان من ضمن هذه الصفقات ويمكن أبرزهم كان علياء هاني اللي جت من نادي الشمس أو انضمت للنادي الأهلي من نادي الشمس، وأيضا مريم ثروت اللي انضمت للنادي الأهلي قادمة من نادي الزمالك بعد انتهاء عقديهما. هيكونوا معانا في الفقرة الحوارية نتكلم معاهم عن قصة انضمامهم وقصة المفاوضات مع النادي الأهلي مشت ازاي، هنعرف الكثير وطموحاتهم مع النادي الأهلي ورؤيتهم للفريق يعني الفنية بعد فترة ما اتمرنوا مع نادي يمكن بقالهم شهر أو أكثر بيتمرنوا مع النادي الأهلي. هنروح لأخبارنا، هنبتدي بكرة اليد. زي ما حضراتكم عارفين كرة اليد بتفرض نفسها بمستوياتها، بتفرض نفسها بنتائجها، بتفرض نفسها بمسابقاتها المحلية والإقليمية والعالمية. هنبتدي بفريقنا. فريقنا طبعا أنهى استعداداته خلاص، دخلنا في الجد الأسبوع القادم أول بطولة في الموسم. أول بطولة هتنطلق السبت القادم إن شاء الله هيبقى سوبر المصري. السوبر المصري السنة دي مش عبارة عن مباراة واحدة ولكن دورة مجمعة من ثلاث فرق. ثلاث فرق هما الأهلي والزمالك وسبورتنج. المباراة الأولى طبعا يوم السبت الأهلي وسبورتنج، على ما زمالك وسبورتنج. يوم الحد الأهلي هيلاعب سبورتنج، إذن أول مباراة لينا هتبقى يوم الحد القادم، يوم الأحد القادم أول مباراة لينا في الموسم المحلي، وهي بداية مباراة أو المباراة الأولى في السوبر المصري الأهلي وسبورتنج. تاني يوم هيبقى الساعة 9 على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى. المباراة التانية هتبقى يوم الاثنين إن شاء الله، هتبقى مع نادي الزمالك برضو الساعة 9 في مجمع الدكتور حسن مصطفى. طبعا مش محتاج أفكر حضراتكم المدير الفني الجديد يعني لدار الفريق آخر الموسم اللي فات مستر دانيال جوردو، هو طبعا المدير الفني ويعني المساعدين بتوعه طبعا يعني مدير الفني او مدير الفني او رئيس قطاع الناشئين ايضا الاسباني معاه في الجهاز. اذا خلاص الاستعداد خلص، دخلنا في الجد. طب استعداد ده كان ازاي؟ النادي الاهلي استعد السنه دي ازاي؟ النادي الاهلي استعد ببطولتين وديتين. اول بطوله كانت في اسبانيا ولعبنا مباريتين، وبعد كده انتقلنا على بطوله وديه في البوسنه ثلاث مباريات. النادي الاهلي ادى فيها اداء كويس، شارك الكل، يعني النادي الاهلي شارك كل اللعيبه وكل الخطوط بحيث ان هو يبقى مستعد لمباراه السوبر. ولما رجع مصر عمل اكثر من مباراه وديه، كان اخرها مباراه البنك الاهلي اللي كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي احنا فيه ده. كل التوفيق لفريقنا، كلنا ثقه ان شاء الله ان هم يستطيعوا في بدايه الموسم يتوجوا ببطوله. يمكن السنه اللي فاتت كان اول بطوله لعبناها كانت بطوله ابطال الكؤوس، لو تفتكروا حضراتكم كانت في شهر 10 وكانت في المغرب وفزنا بيها، كانت اول بطوله في الموسم، اول بطوله تدخل النادي الاهلي كانت بطوله ابطال الكؤوس لكره اليد. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي في كره اليد يفتتح الموسم بالبطولات الاسبوع القادم. وخلينا اقول لكم برضو اطلع من الخبر ده ان مش بس يعني الكره اليد كانت محظوظه ان كان في معسكر خارجي، ولكن محظوظه اكتر ان الفرقه كلها كانت كامله. لو تفتكروا حضراتكم، انا معلش هروح بعيد عن الخبر شويه، السنه اللي فاتت احنا استعدينا بس اللعيبه الدوليين ما كانوش معانا لان كان ساعتها المنتخب يستعد لاحدى البطولات. دلوقتي لا، اللعيبه الدوليين معانا، فده مدي ادفانتج كويس جدا جدا لان النادي الاهلي عنده 6 لعيبه دوليين، فكده في هارموني، في انسجام، في ستابيليتي. اتوقع ان شاء الله يا رب يتبقى التوفيق، اتوقع ان شاء الله هيبقى موسم جيد لانه الموسم بيبان من اوله من الاعداد والاستعداد والاستقرار. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا في اول بطوله الاسبوع القادم لكره اليد رجال. هنروح لكره اليد ولكن لناشئين منتخب مصر بقياده مجد ابو المجد، بيتوج طبعا ببطوله افريقيا استكمالا
لمنتخب الشباب اللي فاز ببطوله افريقيا واللي كانوا معانا ابطالنا او ابطال منتخب الشباب كانوا معانا الحلقه اللي فاتت. دول الناشئين الاصغر شويه مواليد 2004 اللي فازوا ببطوله الشباب مواليد 2002. 2004 فازوا ببطوله افريقيا على نفس الصاله، صاله رواندا اللي باينه في الصوره معانا دي، صاله رواندا في كيجالي العاصمه الروانديه. استطاعوا ان هم يفوزوا على منتخب رواندا في النهائي 51-29 زي بالظبط منتخب الشباب ما فاز على الجزائر 35-15 في المباراه النهائيه بفارق 20 هدف. النهارده منتخب الناشئين، ودي الفرحه الكبيره طبعا اللي بتبقى يعني اسعد لحظات اللاعب والجهاز الفني والاتحاد نفسه لما بنتوج افريقيا. طيب لو تفتكروا يعني الحلقه اللي فاتت كان معانا منتخب الشباب، ويكفي الاشاده من كل منتخبات والمديرين الفنيين الافارقه ان مصر ستتسيد كرة اليد 10 سنوات قادمة، مش عشان منتخبنا الكبير أو منتخبنا الأول قوي، ولكن عشان الشباب أبطال أفريقيا والناشئين أيضا أبطال أفريقيا. كابتن مجدي أبو المجد المدير الفني فاز بكأس العالم من سنتين تقريبا. المنتخب بيضم 4 لعيبة من النادي الأهلي، كان محمد صلاح وبلال إبراهيم ويوسف عبد الغني ومعاذ عزب، وكان ليهم دور كبير جدا في الفوز ببطولة أفريقيا للناشئين. إذا لا خوف على مستقبل كرة اليد في مصر، الاتحاد ماشي بخطوات ثابتة. كابتن حسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى طبعا بيقوم بدور كبير جدا في رعايه اللعبه حتى وهو في الاتحاد الدولي، ولكن عينه على بلده مصر ودايما دايما بيدور لها الاحسن والاكفأ، وبيدور لها على الاعدادات والمنتخبات، يعني دايما بيساند بلده، وده مش غريب على دكتور حسن مصطفى. الف منهم مبروك، وان شاء الله يؤدوا اداء كويس منتخب الناشئين لبطوله العالم اللي تاهلوا لها الصيف القادم. ان شاء الله كل التوفيق ليهم باذن الله. هنروح لسيدات كره اليد في النادي الاهلي، و بدأوا الموسم أو بدأنا الموسم الأسبوع اللي فات، تلقينا خسارة مفاجئة في البداية أو مباراة افتتاحية مع سموحة، فرق هدفين بالرغم من إن احنا كنا فايزين 14-11 في الشوط الأول، ولكن انتهت المباراة فرق هدفين لسموحة. حصل دروب الشوط الثاني، أيوه حصل دروب. كابتن محمد عادل زولة المدير الفني الجديد للفريق بيدرس كل حاجة وكل الجوانب السلبية والإيجابية عشان يتلافاها في المباراة القادمة، مباراة القمة الأهلي والزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل في ثاني مباريات دوري السوبر، هتكون يوم إن شاء الله السبت الساعة 6:00، ودي ثاني مباريات الفريق. كل التوفيق طبعا. زي ما قلت لحضراتكم الفرقة فيها تجديد، فيها لاعبات جدد، فيها طبعا محترفة تونسية جديدة، إذا الفريق فيه بعض يعني الأمور الجديدة محتاجة وقت. طبعا خسارة سموحة، يعني دي مباراة، دي صور يعني من مباراة سموحة اللي كانت في صالة سموحة بإسكندرية، اكيد في يعني بعض الامور اللي حصلت في الشوط الثاني بتدرس، ولكن فرقتنا جيده، فرقتنا تستطيع او يعني انها تنافس على دوري السوبر ودوري الدوري العادي ودوري السوبر والكاس وبطوله القاهره. نتمنى ان شاء الله التوفيق. المباراه اذا هتكون يوم السبت في صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6. وخلينا اقول لحضراتكم ان عندنا 3 مباريات الاسبوع القادم في كره اليد، واحده سيدات واثنين رجال، منهم مباراتين قمه رجال وسيدات الاسبوع القادم سبت حد 2. إذا احنا جايين على موسم مباريات القمة الأسبوع الجاي، ويبدو أن الموسم هيبتدي ساخن هذه المرة مع كرة اليد سواء رجال وسيدات. خليني بس قبل ما أروح الخبر اللي بعد كده، خليني أقول لحضراتكم إن دوري السيدات عبارة عن 19 فرقة، ده الدور الأول، هيلعبوا مش رايح جاي، هيلعبوا من دور واحد. يعني الأهلي مثلا هيلاعب الزمالك مباراة واحدة، هيلاعب الشمس مباراة واحدة من دور واحد، 18 مباراة، هيترتبوا 6 فرق نفس نظام السنة اللي فاتت، وبعد كده يلعبوا دوري السوبر. كل التوفيق إن شاء الله. المهم هو دوري السوبر زي ما حضراتكم عارفين هو ده اللي بيتسجل فيه السجلات. هنروح لكرة السلة في النادي الأهلي. كرة السلة في النادي الأهلي انتوا عارفين حضراتكم قطاع الناشئين والناشئات، النادي الأهلي فضل، وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي النشيط الكفء الحقيقة اللي احنا بنحييه من هنا على مجهوده، انه يعني شايف الرؤيه انه النادي القطاع الناشئين في الكره كره اليد وكره السله بحاجه الى خبير اجنبي. ده طبعا ليه؟ عشان انت راجل بتصرف مصاريف كبيره على قطاع الناشئين والناشئات، فانت عايز تعد اللعيبه بشكل جيد ويبقى في هارموني مع المدرسه اللي فوق، بنتكلم نفس اللغه الفنيه ما بين الناشئين والدرجه الاولى. هنا قياده اسبانيه في السله، وهنا قياده اسبانيه في اليد، قطاع الناشئين قياده اسبانيه وقياده اسبانيه، عشان يبقى ماشيين هارموني واحد، لما يتم استدعاء لاعب من تحت لفوق يكون بيتكلم نفس اللغه، مش نفس اللغه يعني، لا نفس اللغه الفنيه، ويكون يعني فاهم ايه اللي بيحصل، ما يبقاش فيه يعني خلل. مستر دانيال اللي بيتولى قياده قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحقيقه حط شويه اسس السنه دي، خليني بس اقولها قبل ما نروح للخبر. حط بعض الاسس، اولا هو يعني اثر ان الاعداد ما تبقاش كبيره، الفرقه لما يعني مش عايز الفرقه تبقى 20 لعيب و25 لعيب، لان اللي بيلعب في السله في القائمه 12 لاعب،
هو اثر ان الفرقه تبقى 15 و16 لعيب وهم افضل مجموعه تبقى موجوده ليه؟ هو عايز يقلل العدد بس يعلي الجوده، دي فكره وده فكره، هو الراجل هذا الفكر في اسبانيا، هناك في اسبانيا الفرقه ماكسيمم بتكون 15 لاعب. ليه هو عايز كده؟ هو بيبقى عايز تركيز مع اللاعبين، تركيز مع العدد، وعملوا في بعض الاعمار الف وب، وفي بعض الاعمار عملوا الف بس، يعني في 16 سنه في الف وب، 13 سنه اللي معانا في الف وب، 14 سنه في الف وب، 20 ما فيش الف وب، هي الف بس، 18 الف بس. الحقيقه انا يعني بحالتنا الحظ ان انا بحضر كثير من تمرينات الناشئين، هنروح لقبرنا اللي هو فريق 13 سنه، فريق 13 سنه مواليد 2010 بيقودهم الكابتن احمد اسماعيل، هذا المدرب الشاب الواعد بيمرن هذه الفرقه، ودي الفريق 2010. طبعا 2010 كانوا مجموعه كبيره، كان عددهم السنه اللي فاتت 25 لاعب، هو قسم الفريق لمجموعتين، مجموعه 15 لاعب ومجموعه ايضا 10 لاعبين، وضم عليهم 14 او 14 ب. بس عايز اقول حاجه، اوعى يفتكر الالف انه هيفضل في الف والب هيفضل في ب، ممكن يحصل يعني مستوى يعلى ومستوى ينخفض، يعني هيحصل هما الاثنين كيان واحد ولكن مقسمهم على فرقتين. كابتن احمد اسماعيل صاحب التيشيرت الازرق في الفيديو اللي قدام حضراتكم، كاميرا الابطال كالعاده كانت موجوده في النادي الاهلي وكانت في قلب التدريب عشان ترصد لحضراتكم الاهتمام بقطاع الناشئين في كره السله. نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. احنا بدانا الموسم دوت حوالي نص سبعة، جمعنا كل الاولاد اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، بدانا تمارين 15/7 تقريبا لمده شهر، حوالي شهر بالظبط 30 يوم كنا بنعمل اختبارات للاولاد كلها. كوتش داني مدير قطاع الناشئين وصل 15/7 وابتدى 1/8 معانا، قعدنا مده اسبوعين اختبارات بشكل مستمر لحد ما بدانا يعني 15/8 اعلنا التشكيل الاساسي للفريق، وشغالين تمارين على الجدول اللي الكوتش داني بيحطه والسيستم اللي الكوتش داني بيشغل بيه معانا. المفروض ان الموسم بتاعنا هيبدا النص الثاني من شهر 9. بدانا الاسبوع دوت مهرجان الاتحاد كره السله كان منظمه في اسكندريه، كان يوم الخميس والجمعه والسبت اللي فاتوا، شاركنا فيه الحمد لله، قدرنا نلعب مع فرق الاتحاد وسبورتنج وسموحه، ادينا اداء كويس جدا والولاد ادوا بشكل كويس جدا، اداء اكتر من رائع الحمد لله، وساب انطباع كويس عند الناس وعند كوتش داني ان هو اول مره كان يحضر مهرجانات في مصر ويشوف النظام في مصر للمراحل السنيه الصغيره. والله هو كوتش داني كان هو ليه شويه معايير ووجهه نظر في ان هو احنا كان ممكن يكون الاعداد بس ما كان ممكن يكون كتير شويه، هو عايز يخلي الاعداد مثلا معينه عشان يدي للولاد تايم اكتر في الماتشات، ان دلوقتي كل ما بيكبروا كل ما القوانين بتتغير، يعني مراحل ال 13 و 14 سنه بيبقى عدد معين بيبتدي يلعب في الماتشات مش كل الاولاد، فهو عنده فكر عايز ينفذه ان الولاد تاخد اكبر قدر ممكن من الوقت في الملعب ويلعبوا تايم كبير، يعني الولد ما يلعبش بس شوط، لا ليه الولد يلعب شوط واثنين وثلاثه، بحيث ان مشاركته كتير في الماتشات والوقت الكتير هو اللي هيطور من مستواه. فهو ده الفكر بتاعه وده اللي احنا شغالين عليه الفتره دي وان شاء الله خير. يعني كوتش داني طبعا بيوجه اللعيبه، بينزل بنفسه بيقف في التمارين، متابع كل التمارين، بيتابع الولاد كويس، بيقيمهم كل تمرينه، يعني لو في حاجه بيوقف الولاد وبينصحهم جوه الملعب، والحمد لله الولاد بتستجيب يعني، وفترة عن فترة بيبقى فيه تحسن طبعا. السن دوت يعني أنا بيبقى وجهة نظري المهارات الأساسية، يعني الهدف من السن المراحل التعليمية في كرة السلة أنت بتعلمي الولد المهارات الأساسية كلها، فمهارات الأساسية في الباسكت كتير جدا، يعني بداية من الدريبل للسلم للشوتينج للباسنج لكل كل المهارات الاساسيه دي كتير جدا. الاهم حاجه عندنا ان احنا الولد في السن الصغير يطلع عنده كل المهارات الاساسيه، ما ينفعش ولد يطلع يوصل لمرحله 14 او 16 سنه يلعب مرتبط مثلا بيبقى باصته مش كويسه، الدريبل بتاعه مش كويس، فاحنا بنهتم قوي بالمهارات الاساسيه في السن الصغير، وده الكوتش داني طبعا حاطه، وقبل كوتش داني طبعا سواء كان كابتن سيد صابر، كابتن طاهر رجب، كابتن سيد مصطفى، كل مديرين القطاع الناشئين، هو الحمد لله بفضل ربنا ان احنا قطاع الناشئين في النادي الاهلي من احسن يعني احسن قطاع ناشئين على مستوى مصر كلها، وبناخد الحمد لله دوري مرتبط على يعني حوالي خدناه اخر يعني 5 مرات اخر 7 6 سنين، فالحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس. هو احنا التمارين بتاعتنا كويس، هو الكابتن دايما بيمرنا على كات وكده،
والديفنس اهم حاجه. الكابتن بيقول لي اهم حاجه السنه دي الديفنس عندنا، واحنا الحمد لله دايما بنكسب كل الماتشات بتاعتنا بالديفنس. عايز طبعا زي اي واحد ده بقى لعيب في الام بي اي. عندنا ماتشات اليوم الخميس هنلعب فوق ال 14 سنه. احنا بنتمرن جامد يعني، عشان احنا المفروض اللي احنا كنا لعبنا في ماتشات اسكندريه يوم الجمعه، لعبنا سبورتنج والاتحاد وسموحه، والحمد لله كسبنا 3 ماتشات. وكابتن احمد بيمرنا تمارين اللي هو تمارين فيرست تيم، تمارين صعبه ما فيش حد بيفهمها بسهوله. وكابتن داني بيساعدنا مثلا لو حد مثلا عمل حاجه غلط هو بيوقف التمرين بيصححها له. اكتر حاجه صح شوتينج، عشان احنا فرقه معظم الفرقه شويطه، فبيركز معانا على الشوتينج، فاحنا كويسين في الشوتينج، فهو بيحسن بقى الديفنس. يمكن المدرسه الاسبانيه بتفضل الطوال، يعني يمكن كابتن احمد اسماعيل يعني برضو في السن ده ما بيبقاش فرق الطول باين، ولكن هو بيفضل اللعيبه تبقى في مركزها كلها طوال. يعني لو بيخير بين لاعبين، اثنين لاعبين، واحد طويل واحد قصير، بس الاطول يعني اقل مهاره من القصير، لا بيختاروا. اوروبا كلها بالمناسبه كده، هم عندهم الاساس هو الطول. الحاجه الثانيه الفيجن، الملعب. هو مستر ديلاما اتكلمت معاه قال لك اهم حاجه اللي يقرا الملعب، فده طبعا في السن ده، انا قصدي على السن ده والاكبر شويه. المهم انه يقرا الملعب، في الحاله دي هيبقى يعني اللاعب اكيد هيبقى ليه مستوى جاي جدا. طيب عشان نكمل اخبارنا خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، لسه عندنا الكثير والكثير من الاخبار، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن من الفرق اللي بتستعد في النادي الاهلي بشكل جيد، يعني السنه اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لهم، وهي كره السله سيدات. كره السله بقياده الكابتن طارق خيري، واللي كان معانا من حلقتين هو طبعا والصفقات الجديده، وكان معانا طبعا ميرال اشرف وكان ثريا محمد. خليني اقول لكم انه الفريق البطوله بالنسبه لهم قربت، يعني خلاص في شهر 10 بشكل كبير المرتبط هينطلق، لان هم ما عندهمش بطوله عربيه زي الرجال. الفريق طبعا مش هيفضل كل الوقت تدريب تدريب تدريب، لا قال لك اعمل ماتشات وديه، عمل ماتش ودي مع نادي الجزيره، والحمد لله فزنا في ماتش الجزيره على ملعبنا، دي صاله طبعا الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وكانت تجربه جيده جدا. تجربه جيده ليه؟ لان تم تجريب اللاعبين واللاعبات طبعا، معلش احنا طبعا بنقول كده بس ايه اللغه العربيه الصح، اللاعبات واشراك الكل. وطبعا نادي الجزيره نادي يعني عنيد، ودايما بيعمل ماتشات حلوه قدام نادي الاهلي. وخليني اقول لكم انه ثريا زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، دي كانت اول مشاركه ليها في مباراتها بعد العوده من الاصابه. نتمنى طبعا لكل اللاعبات السلامه. كاميرا الابطال ما فوتتش الفرصه دي، كانت في قلب الماتش، سجلنا مع اللاعبات والجهاز الفني. خلينا نشوف التقييد وارجع لحضراتكم تاني. فترة طويلة احنا بقالنا ده الأسبوع السادس شغالين مع الأولاد، كان جزء بدني في الأول مع جزء انديفيدوال وبعدين جزء خططي، لحد ما وصلنا المرحلة اللي احنا ما خلصناش شغلنا كله، بس بدأنا نعمل ماتشات ودية. ده الجيم الثالث اللي هنلعبه مع الجزيرة، لعبنا ماتشين قبله مع البنك الأهلي ومع الجيم الأخير مع الصيد. واخدنا خطوة بنشارك الاولاد كلهم، ما بنحملش على حد، كل اللعيبه بنديها تايم، يعني فروق يعني اوقات مختلفه، يعني ما فيش حد بياخد اكتر من التاني كتير قوي عشان ما يبقاش فيه حمل عالي. مصعدين اولاد كتير قوي من الصغيرين، حوالي اللي بيلعبوا معانا دلوقتي 4 بنات في ال 18 وثلاث بنات من ال 16، وكل شويه نغيرهم. اللي بيبقى حاسين ان هو قادر يكمل معانا او قادر حافظ الشغل مش عامل لنا ازمه في التمرين على اساس ان هو صغير بيكمل، وندخل عليه حد كمان. دي المرحله بسرعه كده. احنا بادئين تقريبا بقالنا شهر او شهر ونص،
متمرن صبح وبالليل ومع كابتن اكرم فيتنس في التراك وكده. اي ثينك البري سيزون از جوينج بريتي ويل يعني، واحنا ان شاء الله جاهزين وبدانا اهو بقالنا حوالي اسبوع ماتشات وديه عشان المفروض بطوله المنطقه يوم 20/9 ان شاء الله. والله كان في طبعا مفاوضات كتير قوي مع نادي الاهلي، وطبعا انا مبسوطه جدا ان رجعت بيتي، ده بيتي في الاول وفي الاخر، وان شاء الله اسعد الجمهور ونجيب لهم كل البطولات. احنا مركزين طبعا عشان البري سيزون كان قوي، مركزين في الاصابات، عندنا اصابات كتيره، عايزين نخش على 20/9 بطوله المنطقه كلنا كويسين، فدي الحاجه اللي احنا مركزين فيها قوي، مركزين كجنرال ككل حاجه، اوفنس ديفنس، ان احنا نجمع بعض، فمركزين مش مركزين في حاجه واحده بس، مركزين ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نبقى فول باور يوم 20. احنا المفروض يا هنروح اسكندريه هنروح تونس، بس الاقرب ان احنا ان شاء الله نروح اسكندريه عشان نلعب ماتشات اكتر، المفروض هنلعب سموحه قبل ما يروح البطوله العربيه، والمفروض هنلعب الاتحاد كمان، فاي ثينك طبعا دول الفريقين كويسين قوي محترمين يعني، وتجهيز كويس قبل البطوله يعني ان شاء الله. هو ما في في الملعب ما فيش صغير وكبير طبعا، الخبره بتفرق، بس طبعا ان احنا ان هم يبقوا مخضوضين والحاجات دي لا، وي سبورت ذم، واحنا على طول في ظهرهم يعني، حتى لو هم غلطوا او حاجه احنا هنشيلهم يعني. والله احنا مركزين جامد جدا، بقالنا كتير قوي يعني بنتمرن، ايام بنيجي كمان فيها الصبح انديفيدوال، بدأنا ماتشات كمان الأسبوع ده عشان احنا خلاص أول ماتشات لينا يوم 20/9 بطولة القاهرة. الأسبوع الجاي يوم السبت عندنا معسكر في اسكندرية، هنلعب برضو هناك في ماتشات ودية. حاسة يعني إن الدنيا كويسة قوي سو فار السنة دي الحمد لله، ومعانا كمان البدني مع الباسكت الاتنين متناسقين يعني، ماشيين في اتجاه كويس لينا، وده يعني واضح معانا في الماتشات الودية اللي احنا لعبناها. دلوقتي يعني اقدر اقول ان هو باسكت شويه عشان كان عندنا شويه اصابات في الماتشات الوديه دي، الناس بدات ترجع، فاحنا مسلم مركزين دلوقتي في الباسكت اوفنس وديفنس، برده معانا يعني سوريا راجعه من الاصابه، ومعانا ميرال وهاله جداد، معانا كمان المحترفه تقريبا هتنضم لينا من بكره، فاحنا مسلم مركزين ان احنا كفرقه كتيم ورك يعني ازاي نلعب اوفنس وديفنس. يبان التركيز الحقيقه على الفرقه يعني، زي ما حضراتكم شايفين في تحدي، هاله شعراوي طبعا يعني كانت سابت النادي الاهلي او يعني انتقلت الى سبورتنج، بتقول انا رجعت بيتي تاني وسعيده طبعا بالرجوع لبيت النادي الاهلي. ميرال اشرف موجوده، عندنا نادين في حاله جيده يعني، التقرير حاولنا بسرعه كده نجيب لحضراتكم ثريا ما شاء الله عليها، فالفريق بشكل جيد كويس. وكمان خلينا اقول لكم انه لا مش في اكتوبر بس عندنا المرتبط، لا ده في بطوله القاهره قبلها في 20/9، يمكن انا بصح المعلومه 20/9 عندنا بطوله القاهره، وبعديها ان شاء الله دوري المرتبط هينطلق في شهر 10 يعني خلاص ما بقاش في وقت. زي ما انتم شايفين اليد الرجال دخلوا في الموسم، السيدات هتخش اهي، الرجال رايحين ان شاء الله بطوله عربيه في الكويت، وهي البطوله العربيه الاقوى هتبقى في التاريخ، كله جايب لعيبه زي ما تكون بطوله كاس عالم. يعني انا في مره كده هبقى اقول لحضراتكم يعني عايز اقول لكم على حاجه والله بجد، يعني زميلي العزيز ناجي بيقول لي ان هي بطوله العربيه اللي جايه في الكويت كره السله رجال اقوى من البطولة البال، لان هم جايبين لعيبه كلهم اكس ام بي اي، واللعيبه اللي هو نادي الجهراء واللبناني الرياضي اللبناني وغيره جايبين لعيبه كلها كانت بتلعب في الام بي اي، وجايبين لعيبه عرب، انت ليك اتنين اجانب واحد عرب، جايبين الثلاثه واسامي جامده جدا، اقوى من البال واقوى من بطوله العالم اللي اتلعبت في مصر او اللي هي الكونتيننتال، بطوله عالم قوي يعني، هي كونتيننتال اسمها كده، اللي اتلعبت في مصر دي اقوى. فبطوله عربيه رايحين يعني، دايما البطولات العربيه بتتعمل في دول، فعند عند اشقائنا يعني في الخليج سواء الكويت قطر السعوديه بتبقى نار. انا طول عمري كده اروح بطوله عربيه، عارف لو اتعملت في مصر مثلا بتبقى قويه بس في الخليج بتحس ان هو يعني بيحسوا انه لا عندنا في بلدنا يبقى لازم ناخدها، فتلاقي في انفاق وفي شغل، فالبطوله حلوه، بطوله العربيه في الكويت حلوه، هتبقى كل ماتش كانه فاينل يعني، كل ماتش كانه فاينل الحقيقه. فحتى الاتحاد السكندري جايب لعيبه جامده يعني، الاتحاد السكندري المصري جايب لعيبه جامده، النادي الاهلي طبعا بطل مصر مش محتاج اتكلم عنه، اكيد مستعد للبطوله دي كويس جدا، ومستر اجوستي ما شاء الله مش سايب يعني، مستر اجوستي ما شاء الله مش سايب لعيبه ما بيتفرجش عليها، ناشئين بيحضر بيقولوا في النادي، والله يا جماعه النادي الاهلي ده حدوته والله العظيم يا جماعه، انا بقول لكم الكلام ده وبالدليل، مستر اجوستي اصبح يعني انا بقول لكم بشوفه في النادي الاهلي 6-7 ساعات، عشقه وحبه للمكان وهو حابب يقعد في المكان، بتحس بص بتحس بالواحد اذا كان بيشتغل عشان دي وظيفته ولا بيشتغل عشان بيحب المكان. مستر اجوستي كابتن طارق خيري كان معانا في الاستوديو قال نفس الكلام ده، يطلع من الصاله الكبيره يخلص تمرين يروح رايح قاعد مع كابتن طارق خيري في السيدات، يقعد يتكلم ويخلص يروح رايح مع مستر دانيال في قطاع الناشئين ويقعد يتكلم ويشوف
راجل يعني بيحب النادي الاهلي وحس وجد نفسه والنادي الاهلي بالنسبه له حياه. صدقوني يا جماعه انا ما بقولش كده عشان دي قناه النادي الاهلي والله، ولا بقول كده عشان كنت بلعب في النادي الاهلي او انتقلت من نادي النادي الاهلي عن اقتناع، لا والله انا بقول لكم لان حقيقه النادي الاهلي مجرد تخش من الباب تشم هوا بس مختار التتش اللي هو استاد مختار التتش تحس انت في حته تانية. فالنادي الاهلي مستر اجوستي اكبر دليل، ما فيش حد من الاجانب المحترفين سواء لاعب جهاز فني لعيب، يعني مستر دانيال دلوقتي في رئيس قطاع ناشئين مش سايب، يعني مش سايب مكان ما بيروحوش، تلاقيه قاعد هنا قاعد هنا، بيروح يقعدوا حتى على يعني المكان اللي بنشرب فيه المشروبات في النادي الاهلي بيقعدوا فيه عصاير بتاع قاعدين، يعني بتحس ان الموضوع حب وعشق للكيان، وهو ده هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي لو يعني انت تخش تحب تحس ان انت مركز في شغلك وبس، ما انتش داخل في امور جانبيه ولا انت داخل في حوارات ولا كلام. النادي الاهلي بيفرغك وبيفضيك للمنافسه والتركيز، لا انت شايل هم حاجه، وده دليل اكبر دليل ان مستر اجوستي راح مجدد مع النادي الاهلي. ما اقول لي يجبره يجدد يقول لك انا لدليل ان انا اقول لكم ان مستر اجوستي راح حتى ماتشات البدل، ماتشات تصفيات كاس العالم للبدل، يعني بيروح في حضرها اوقات كتيره جدا تلاقيه شايل شنطته وماشي جاي ماشي مشوار طويل من سكنه، هي دي مصر والنادي الاهلي هو جزء وهرم رابع في مصر. فانا بقول لكم ليه بكلمكم كده، لانه انا يعني انا بروح ببقى بشوف قدامي طابلو جميل، تلاقي لعيبه اليد رايحين على اوضه اللبس، لعيبه الكره خارجه تركب عربياتها، عندك لعيبه الباسكت داخلين يتمرنوا، كله بيقابل بعضه، وكل النادي الاهلي حاجه جميله جدا. معلش انا طلعت بره الاخبار بس دي حاجه كده يعني حبا في النادي الاهلي وعشقا في النادي الاهلي. هنروح لاخبار المنتخبات، ولادنا في المنتخبات بيشاركوا بشكل اساسي وبيدعموا المنتخبات بل وبيحققوا البطولات كمان. ثنائي طائره الاهلي يقودان منتخب الناشئين لنصف نهائي بطوله افريقيا. منتخبنا الوطني لناشئي كره الطائره تحت 19 سنه بقياده مدير الفني كابتن احمد سمير والمساعد طبعا كابتن حسام شعراوي اتاهل لنصف نهائي بطوله افريقيا اللي هتتلعب في المغرب في الفتره من 3 لحد 11 سبتمبر اللي احنا فيه. دي صور من الملعب، منتخبنا كان فاز النهارده الظهر على منتخب السودان وهي اخر مبارياته في المجموعه، وكان فاز عليه 3-0 25-14 25-16 25-10. على فكره منتخب السودان منتخب جيد. منتخبنا كان اتاهل طبعا للدور اللي قبل النهائي بعد ما فاز 3 مباريات في مجموعته الجزائر وليبيا والمغرب الاشقاء طبعا، والمنتخب بيضم 2 لعيبه من الاهلي نار، 2 لعيبه نار، حمزه الصافي وشريف محمد، لعيبه بسم الله ما شاء الله بينتظرهم مستقبل باهر. وطبعا زي ما قلت في البدايه معاهم طبعا المساعد المدرب الكابتن حسام شعراوي احد افضل المدربين او مدرب عام في مصر دلوقتي، هو مدير فني الفريق ده 19 سنه في نادي الاهلي، فوجوده مع المنتخب هو شايف الجيل ده وعارفه كويس. عشان كده دايما المنتخبات انا وجهه نظري ما تروحش منتخب تجيب حد بيمرن درجه اولى وتقول له تعالى منتخب مره منتخب 16، بيبقى اسم كبير جدا في الدرجه الاولى، ولكن منتخب 16 هو مش دريان مين الجيل ده، مين افضل لعيبه في الجيل ده، لازم ادوا يعني زي ما بيقولوا العيش لخبازه. عندك المدربين بتوع فريق 16 سنه في مصر كلها خد الاحسن وخليه مره منتخب مصر بالحاله دي او بالشكل ده، او على الاقل خلي 2 منهم مدير فني ومساعد، ولكن يعني بيبقى في بعض الاتحادات بتفضل ده، والموضوع ده بامانه يعني اثبت فشله، يعني تجيب مدرب ماسك درجه اولى ويمسك ناشئين عشان ترضيات وامور اخرى، الموضوع ده اثبت فشله وفشل ذريع. انما مثلا عندنا في السله الفكره نجحت ليه؟ كابتن عمرو ابو الخير اسم كبير جدا ماسك رئيس قطاع الناشئين في نادي الاتحاد بقاله 3 سنين، فخلاص شاف برغم انه بس اشتغل في الفترات السنيه دي، لما مسك منتخبات مصر الناشئين عمل طفره كبيره جدا وانجاز كبير لانه هي بقت بتاعته ملعبه ابدع فيها. انما تجيب واحد مثلا او مدير فني اسمه كبير وعلى راسنا من فوق جايبه مدير فني نادي الجزيره رحت تمسكه منتخب 16 سنه، وحصل الموضوع ده مع كابتن كرداني ولم نؤهل لكاس عالم، مش عشان كابتن كرداني وحش بالعكس، كابتن كرداني من افضل واحسن مدربين جدا، مدرب رائع ولاعب ليه تاريخ كبير، ولكن هو في الحته دي ما شافهاش، ولكن هو ما قدرش يعني استعان بيه منتخب مصر، مش هقدر اقول لا، ولكن المشكله في من ولاها هذه المسؤوليه، لازم يبقى التفكير والحسابات تبقى مظبوطه. طيب هنروح للخبر اللي بعد كده برضه نفس الكلام، ولادنا بيساعدوا المنتخبات بشكل كبير، خماسي طائره الاهلي يقودنا منتخب الناشئات لحصد بطوله افريقيا والتاهل للمونديال في الكره الطائره للناشئات. دي صوره طبعا من ارض الملعب. منتخبنا الوطني للناشئات لكره الطائره ايضا تحت 19 سنه بقياده مدير الفني الكابتن ايهاب علي فاز ببطوله افريقيا، وان شاء الله فريق الشباب يفوز ببطوله افريقيا باذن الرحمن زيهم، واللي اتلعبت وخلصت امبارح في نيجيريا. منتخبنا كان فاز في النهائي على منتخب الكاميرون بنتيجه 3-1، وكانت النتيجه الاشواط كالتالي 26-24 25-16 22-25 25-13. المنتخب بيضم في صفوفه 5 لاعبات من النادي الاهلي وهم فرح الحناوي
ملك علاء، ندى سامي، شهد إيهاب، فريدة الزرقاء، معاهم كمان كابتن يسرى عبد الكريم طبعا بنت النادي الأهلي مدرب عام. وبكده ضمن المنتخب انه يلعب في بطولة العالم اللي جاية بإذن الله، لأن الأول والتاني بيتأهلوا لبطولة العالم على طول. ألف مليون مبروك. زي ما قلت لحضراتكم هذا الوقت هو وقت المنتخبات والبطولات الإقليمية والدولية والأفريقية. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين شكل حلو ومفرح. طبعا احنا يعني بنسعد كثيرا لما بنلاقي المنتخبات الوطنية يعني بتتسايد أفريقيا. ده بيدينا مؤشر ان احنا الحمد لله شبابنا وشاباتنا في خير، ولكن وحط تحتها 100 خط الإعداد والاهتمام بهذه الأجيال عشان تلاقي عندك منتخبات أولى قوية. ما يبقاش على قد ان انت خدت بطولة ناشئين وناشئات وشكرا، لازم تكمل الإعداد وتكمل معاهم بشكل جيد. طيب هنروح لخبر جيد جدا عشان تعرفوا دور النادي الأهلي في نشر اللعبة وممارسة الألعاب. السباحة في النادي الأهلي قطاع عريض جدا، يعني أنا لو أقدر أوصف لحضراتكم، وجبنا كابتن وائل عزت قبل كده وشرح الأعداد الرهيبة اللي بتشارك وبتتمرن في السباحة، فإذا دي أكبر خدمة بيقدمها النادي الأهلي. مش لازم كلهم يبقوا أبطال على فكرة، مش كلهم هيبقوا أبطال، ولكن لما يبقى عندك العدد الكبير في ثلاث فروع، وإن شاء الله قريبا الفرع الرابع، لما عندك ثلاث فروع في هذا الحجم من اللاعبين واللاعبات بيتمرنوا سباحه، والسباحه من الالعاب يعني الشهيره جدا واللي بتعمل فتنس ومناعه جيده للاعبين زي العاب القوه. النهارده عندنا يعني خبر غدا انطلاق بطوله الاهلي التنشيطيه السادسه لبراعم السباحه وكره الماء بمشاركه 1000 سباح وسباح، رقم مهول. هيتنظم فين هذا الحدث؟ في النادي الاهلي فرع مدينه نصر. طبعا ده المرحوم باسم طبعا المرحوم انا اسف فرع الجزيره انا اسف معلش فرع الجزيره. طيب طبعا كابتن طارق الصغير دي كانت صورته، معلش يا جماعه نعيدها تاني، نترحم عليه طبعا يعني احد طبعا ابرز الكوادر الكبيره في النادي الاهلي رحمه الله عليه. 200 طبعا اللي هيشارك فيها طبعا صور كابتن طارق ربنا يرحمه ويغفر له، كان من يعني من اعز الناس وكان شخصيه جميله، ضحكته دي ووشه الرايق ده كان مع كل الناس. وكره الماء في الجزيره والسباحه والسباحه في مدينه نصر. طيب مواليد كامل هيشارك 2010 2011 2012 13 14 بمشاركه 300 لاعب، ده كره الماء. السباحه 1000 سباح، كره الماء 300 يعني 1300 لاعب ولاعب. البطوله دي هتحمل اسم الراحل الكبير كابتن طارق الصغير زي ما قلت لحضراتكم، واللي كان بيشغل منصب مساعد رئيس جهاز العاب الماء، والبطوله دي هتبقى تكريما اللي قدمه للنادي سواء هو لاعب ومدرب ومسؤول، وعلى فكره واخ وصديق وكل شيء، كان اخ وصديق للجميع جوه السباحه وبره السباحه، ربنا يرحمك يا كابتن طارق. البطولة بترأسها كابتن وائل عزت الكفء الدؤوب في عمله رئيس جهاز ألعاب الماء، ومعه كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، وكابتن محمد علام مدير جهاز السباحة، وكابتن محمود حسن مدير جهاز الماء، وكابتن محمد صدقي مدير بطولة السباحة، ومعهم كابتن كريم منير مدير بطولة كرة الماء، والمنسق العام محمد رشوان ريشة، وأحمد فهمي إداري البطولة. لازم نقول أسمائهم لأن دول الجنود المجهولة. مصطفى عسل قصة أهلوية جميلة في الإسكواش، بيخوض دلوقتي بطولة قطر الدولية وبيأدي أداء رائع، ربنا يوفقه إن شاء الله يصعد لربع نهائي بطولة قطر الدولية للإسكواش. مصطفى عسل لاعب منتخبنا الوطني والنادي الأهلي ونجم النادي، قدر إنه يتأهل لبطولة قطر الدولية واللي بتتلعب في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 سبتمبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 187,000 دولار. مصطفى كان صعد دور الثمانية بعد فوزه على زميله في المنتخب ماتش قوي جدا كان مع فارس دسوقي اللي وقع معاه في القرعة في دور الـ16، كان فعلا اختبار حقيقي. فاز كام مصطفى؟ 3-0، وجات النتائج. بصوا يا جماعة الشوط الأول 11-9 11-6 11-7 في مباراة استمرت 55 دقيقة، وده رقم برضو لا كبير يعني وقت مش كبير ومش قليل. مصطفى يلعب بكرة مع زميله الثاني في المنتخب مروان الشرباجي ضرب نار، مباراة ضرب نار، واللي كان اتأهل بعد فوزه على الأمريكي شاه جهان خان طبعا اللاعب الباكستاني المجنس في امريكا او يحمل الجنسيه الامريكيه بنتيجه 3-2. انا كنت حضرت الحقيقه تمرين مصطفى عسل من اسبوع قبل ما يسافر، كان بيتمرن بقوه جدا، كان كابتن محمود عبد القادر معاه في التمرين، وكابتن احمد حسني ايضا كان بيشرف على التمرين، وكان مصطفى عسل معاه في التمرين اثنين لعيبه، ثلاثه بيتمرنوا جوه ارض الملعب، ودي بتبقى صعبه جدا مشاركه ثلاث لاعبين، الملعب بيبقى اثنين، ثلاثه بيبقى ملعب زحمه ولازم كورتك مظبوطه عشان تكسب النقطه من اثنين منافسين. فطبعا كان بيتمرن بقوه يعني الحقيقه، كان خرج وسلم عليا ودعينا له بالتوفيق، وبندعي لك من هنا مصطفى ان شاء الله بالتوفيق، يعني قصه اهلاويه جميله ان شاء الله، ودايما مستنيين منك الافضل يا مصطفى. هنروح بعد كده على تنس الطاوله.
برضو ولادنا وبناتنا في تنس الطاوله بيحطوا منتخبات مصر في حته تانية. تنس الطاوله عاملين انجازات ولا اروع في بطوله افريقيا اللي بتقام دلوقتي، وحصد ميداليات على ودنه بصراحه. وطبعا هنقول لكم الاسامي والميداليات والمراكز. النادي الاهلي يعني عامل عظمه بصراحه، ولاده عاملين عظمه مع منتخبات مصر، وهو ده الهدف. لعيبه النادي الاهلي تنس الطاوله قادوا منتخبنا الوطني لحصد ميداليات بطوله افريقيا، واللي بتتلعب في الجزائر في الفتره من 3 ل 9 سبتمبر اللي احنا فيه، بلدنا الشقيق الجزائر. كل التحيه لاخواتنا الجزائر واشقائنا الجزائريين اللي بيساندونا في كل حته. والله بجد الواحد نفسه يعني يزور يعني بلده الجزائر الثانيه بحقيقه. يعني شعب شقيق ما بتربطناش يعني حدود، ولكن دايما ورا اولادنا ودايما بيشجعوا. فلو اتكلمنا على مستوى الفرق هنلاقي منتخب السيدات فاز بالميداليه الذهبيه بعد فوزه على منتخب تونس 3-0. المنتخب ده كان بيضم ثلاث لاعبات من الاهلي، مين هم؟ هانا جوده ودينا مشرف وألاء يحيى اللي انضمت للنادي الاهلي مؤخرا. ولو رحنا منافسات فريق الرجال هنلاقيهم كسبوا في النهائي منتخب الجزائر بنتيجه 3-1، والمنتخب كان بيضم اربع لعيبه من النادي الاهلي، عمر عصر وخالد عصر الاخوان ومحمد البالي ومحمد شومان لعيبه النادي الاهلي. وكمان في منافسات الزوج المختلط فاز الزوج الاهلاوي المكون من محمد البالي وهنا جوده بالذهب بعد ما فاز ايضا على الثنائي المصري في الفاينل خالد عصر ويسرى حلمي بنتيجه 4-2. وجالي خبر دلوقتي كمان ان تم التاهل لنصف نهائي للزوج السيدات، هنا جوده ويسرى حلمي تاهلوا لقبل النهائي، وواضح برضو احنا رايحين اهو ل ان شاء الله ميداليه في تنس الطاوله كمان. تنس الطاوله الحقيقه حاجه عظمه جدا جدا. كده هتكون خلصت اخبارنا جوه النادي الاهلي. يمكن احنا عشان ما نطولش على حضراتكم مدخلين طبعا اخبار النادي الاهلي مع اخبار المنتخبات، يعني واخدين من ولادنا المنتخبات او ولادنا المشاركين في منتخبات ورايحين على الخبر عشان ما نفردش الاخبار بشكل كبير ويبقى دايما يكون الخبر صغير ولكن يبقى دايما يعني لامم كل الدنيا. طيب هنروح لخبر اخر. مصر تحقق ذهبيه سيدات التتابع ببطوله العالم لشباب الخماسي الحديث بايطاليا. الخماسي طبعا عليه عبء كبير وامال كبيره في باريس 24. ملك اسماعيل وزين عامر لاعيبه منتخبنا الوطني الخماسي الحديث قدروا ان هم يحققوا ذهبيه التتابع ببطوله العالم الخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 19 سنه، واللي بتتلعب في ايطاليا في الفتره من 3 ل 18 سبتمبر اللي احنا فيه. وجت ملك اسماعيل وزين عامر في المركز الاول والميداليه الذهبيه برصيد كام؟ 989. وجي بعدهم في المركز الثاني ثنائي بريطاني برصيد 979، فرق 10 نقاط من الاصل 1000، يعني انت بتتكلم في قرب ال1000، يعني بتتكلم في 1%. وفي المركز الثالث جه ثنائي كوريا الجنوبيه برصيد 971 نقطه. ده يوديكم قد ايه البطوله كانت يعني قريبه جدا ومنافسات قويه. البعثه بترئيسها اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وكان معاه كابتن ياسر حفني المستشار الفني والمدير الرياضي، ومعاهم عمر سيد المدير الفني، وكابتن عبد الرحمن عادل مدرب السلاح، وهشام سليمان مدرب الجري، ومحمد نجاح مدرب لياقه بدنيه. وضمت قائمه المنتخب 19 سنه اللاعبات ملك اسماعيل وزين عامر ونجوى حسين وجنى عطيه وحبيبه هيثم، ومعاهم اللعيبه معتز وائل ومحمد شريف ومصطفى عمرو ومازن شعبان وسيف البنداري. كل التوفيق للخماسي، وده من الاتحادات اللي حققت ولسه هتحقق ان شاء الله في الاولمبيات القادمه. عايز اقول لكم حاجه قبل ما اروح للفاصل عشان استقبل ضيوفي. احنا قلنا من زمان هنغمض ونفتح هنلاقي اولمبيات 2024 باريس هتيجي. احنا اهو خلاص في داخلين على العام الجديد 2023، هيتبقى سنه واحده. صدقوني يا جماعه انا كنت بغمض وافتح الاقي البطولات بتيجي ورا بعض بالرغم من الفاصل الزمني 4 سنين. هي كده الايام بتجري والمنافسات. لازم الاتحادات اللي هتشارك في الاولمبياد تكثف من مجهودها وتكثف. يعني كان عندنا خبر حزين في ايقاف احد اللاعبين في العاب في رفع الاثقال عبد الله بسبب المنشطات او هيتوقف. ده طبعا خبر زعلنا، ولكن لازم الاتحادات تركز يا جماعه. خلاص احنا ما فيش اقل من سنه ونص وهنروح لاولمبياد جديده في باريس 2024. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل عشان نقابل بعد الفاصل مين او يكون معانا مين الصفقات الجديده في كره اليد للسيدات. هيكون معانا علياء هاني اللي طبعا انضمت قادمه من نادي الشمس، وهيكون معانا الصفقه الثانيه مريم ثروت واللي جاءت من نادي الزمالك عشان نتكلم عن قصه انضمامهم وطموحاتهم مع النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لحضراتكم الصيف بيبقى عباره عن ميركاتو لضم الصفقات الجديده. النهارده كره الطايره سيدات معانا، بنرحب في الاستوديو بالصفقات الجديده اللي انضموا حديثا للنادي الاهلي. بنرحب في البدايه بعلياء هاني لعيبه طبعا النادي الاهلي الحالي واللي جاءت قادمه من نادي الشمس. اهلا بيك يا علياء. اهلا بحضرتك، منورانا قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك.
بنرحب بمريم ثروت لاعبه النادي الاهلي واللي جاءت قادمه من نادي الزمالك. اهلا بك يا مريم. اهلا بحضرتك. منوره قناه الاهلي. شكرا. قولي لي يا مريم بقى، هنبتدي الكلام من البدايه، يعني ازاي ابتدى الانضمام، يعني ايه اللي حصل، ايه الكلام ابتدى منين، الاتفاق حصل ازاي؟ هو دي ما كانتش اول مره يحصل اصلا اتفاقات نحاول ان انا اجي. الموضوع حصل حوالي 3 مرات، دي المره الثالثه. اول مره انا اصلا من نادي شمس، وبعدين من 3 سنين رحت نادي الزمالك. اول مره حصل النيجوشيشنز كانت لما جيت مشيت من نادي شمس ورحت نادي الزمالك. بس كنت وقتها مضيت خلاص في نادي الزمالك، فما كنتش حاضر. مضيت 3 سنين، مضيت سنتين. دي كانت اول مره، بس كان لما كابتن حمدي كلمني كان خلاص، يعني كنت مضيت خلاص مضيتي. تاني مره حصلت بعد السنتين ما خلصوا، بس وقتها كان في مشكله في الاتحاد، كان العقود بتاعتنا ما كانتش مسجله في الاتحاد، فما كانش معايا حاجه تثبت ان انا عقدي خلص. وكنت محتاجه دوكيمنت او حاجه تثبت ده. مضيتي سنه؟ لا، والاتحاد مرضيش يعني يديني حاجه، فبرضه ما عرفناش. ودي المره الثالثه بقى. المره الثالثه تبه. طيب، يعني بعد ما نهايه الموسم انت خدت قرار، قلت لا مش هجدد في الزمالك تاني، انا هروح نادي الاهلي. دي كانت رغبتك يعني ولا لا؟ هي دي فعلا كانت رغبتي، سبيشلي زي ما بقول حضرتك ان احنا حاولنا كذا مره وكل مره كانت بتفشل، فكان خلاص بقى كان قرار ان انا. ودي كانت رغبتي من ايام كنت بتعرف في الشمس اكيد، يعني كنت حابه ان الرغبه الاولى ليك النادي الاهلي. سبحان الله، كل تاخيره وفيها خير. بس اكيد يعني اللاعبات مش غراب عليك، يعني ايه؟ لا يعني اكيد كلهم زمايلك بتشوفيهم، بتلعبوا في التجمعات في المنتخبات، اكيد اكيد كنتوا مع بعض ومش غريب عليك. بالظبط، يعني انا اصلا كل الفرقه تقريبا كلها يا اما كانوا معايا في نادي الشمس يا اما لعبت معاهم في المنتخب اكتر من بطوله. صحيح. فما يعني معاكي في الشمس؟ بالظبط. ايوه. ف يعني ما حسيتش ان في حاجه غريبه، بالعكس حسيت ان انا اكني يعني رجعت بيتي تاني. بالظبط، مش حاسه بغربه خالص. هو ده النادي الاهلي. طيب اروح عليا، يمكن انت جيتي من الشمس برضو. يعني يمكن مريم بتلعب بصير. ايوه. عليا بتلعب ضارب مركز 2. جيتي بعد عقدي خلص من نادي الشمس، صح ولا انا غلطان؟ طيب ايه، زي مريم، ايه المفاوضات بدات ازاي او الكلام بدا ازاي؟ ودي كانت اول مره ولا كان في مفاوضات قبل كده؟ لا، هو انا المفاوضات اصلا بدات من وانا عندي 14 سنه. بس ما كنتش بعرف. انت عندك كام دلوقتي؟ 15؟ لا، عندي 22. بس ما كنتش بقى بعرف اخد استغناء او كده. بس فبعد ما الرعايه بتاعتي خلصت مع الشمس يعني على طول. مضيتي كام سنه مع الشمس؟ كنت مضيه كام؟ لا، هو انا سنتين الرعايه بس. الرعايه بعد الرعايه ما جددتش. طيب، والكلام بدا مع كابتن حمدي الصافي، هل كلمك كابتن حمدي؟ هل حد كلمك من المدربين؟ يعني الاتصال معاكي كان ازاي؟ كابتن حمدي كلمني كذا مره و بس يعني انا كده كده الموضوع كان سهل عشان كده كده خلاص عقدي خلصان. وبس مضيت على طول يعني. وكان معاكي صوره من عقدك القديم؟ كان معايا. كان معاكي. ومريم انت كان معاكي صوره من اخر عقد مضيتيه مع الزمالك، صح؟ بالظبط. عشان تثبته يعني. لا، انا خدت استغنى من نادي الزمالك. خدت استغنى ازاي؟ كنت خلاص يعني قعدنا ان خلاص ان انا مش عايزه اكمل. يعني خدت استغنى، انما كان عقدك لسه شغال. يعني كان ناقص لي سنه وبس، كنت خلاص ما كنتش قادره اكمل، وقعدنا واتفقنا ان ده الاحسن ليا. وبس، وخدت الاستغناء وبعدها على طول مضيت. غريبه، انا بسمع حاجه كده يعني صعب. ماشي. طيب يعني خلينا نروح يعني العلياء، اكيد الـ 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 النادي الاهلي اول تمرينه ليكي معاهم، زي ما كان نفس الكلام يا مريم. كلهم صحباتك ولعبتي معاهم. اول مره دخلت الصاله حسيتي بغربه شويه او كده، ولا كنت حسيتي انه عادي؟ لا، مفيش اي لا، الصراحه يعني انا كنت متوتره شويه بس من فكره ان المكان هيبقى جديد عليا. بس كفرقه وكده لا، احنا عارفين بعض من زمان قوي اصلا، يعني هم كانوا قريبين مني زي بتوع الشمس بالظبط. فما حسيتش بغربه مع الناس يعني. طب حاسه يعني شايفه الفرقه ازاي؟ شايفه الفرقه السنه دي طبعا فيها تجديد كبير جدا حصل في الفرقه. انتوا ان شاء الله اضافات قويه جدا باذن الله، وهنفرح معاكم ببطولات كتير. شايف الفرقه ازاي؟ حاسه ان يعني عندنا في المنافسه اكيد هتبقى صعبه، ده وضع طبيعي جدا. شايف المراكز، اللعيبات في كل مركز عدد كويس من اللعيبات، يعني رؤيتك انت كلاعبه في الفريق شايفها ازاي؟ من اوكي كده، طول عمر فريق الاهلي مميز قوي في كل المراكز، وعنده اكتر من حد يعني دايما الاساسي زي الاحتياطي كله كويس، مستواهم بجد كويسين جدا يعني. ماتشات السنه دي هتبقى صعبه شويه طبعا، عشان كل الفرق دعمت ومفيش ماتش سهل يعني. بس صحيح.
لا انا متفائله يعني ان شاء الله. طب هو الدوري السنه دي برضه هيبقى بلاي اوف زي السنه اللي فاتت والكلام كده، يعني هيبقى تلعبوا يعني ولا هيبقى نفس الشكل؟ اه بس بقينا يعني شبه الهاندبول شويه، ان احنا بقى عندنا بقينا مرتبطين بفرقه ال 14 سنه. طب في مرتبط نتائج بالظبط كده، هاندبول والباسكت عملوا دوري مرتبط، يعني انتوا 14 سنه معاكم في الاول. طيب ده في تطور رهيب في الكره الطائره بصراحه. يعني كل طول عمرنا شايفين الدوري بشكل واحد. طيب شكل الدوري اتحدد؟ هم اللي انا عارفه ان كان في تقسيمه مجموعات، بس هو لسه ما فيش حاجه واضحه لحد دلوقتي يعني. بس اللي انتوا عارفين هيبقى في مجموعات زي السنه اللي فاتت برضو، وتلعبوا المجموعات الاهلي اول وثاني مثلا، حاجات زي كده يعني. ايوه ان شاء الله. طيب هنتكلم عن يعني كابتن حمدي الصافي وكلامه معاكي وانضمامك، وانت طبعا في مركزك في لعيبه كبيره. يعني آية الشامي ولاعيبه معروف ان هي احسن ضاربه في افريقيا، ده أيوة مش مخليكي مثلا قلقانه شويه انت جايه في مركز حد جامد، ولا ده يا اهلا بالتنافس مش عيب؟ لا بصراحه الموضوع مش مضايقني خالص، يعني انا شايفه ان دي حاجه هتبقى موتيفيشن ليا اكتر اصلا، ان انا لا احسن من نفسي واشوف برضه هي بتعمل ايه واتعلم منها. صحيح. ومن خبراتها يعني. وخلي بالك مفيش لعيب واحد بيشيل الفرقه. مفيش لعيب واحد بيشيل الفرقه طول الموسم يعني. كده كده كلنا بنلعب لمصلحه الفرقه يعني، فلا انا شايفه ان ده موضوع هيساعدني. انت بتلعبي اربعه بس، ما بتلعبيش مركز ثاني؟ اثنين. انا اسف، اثنين، ما بتلعبيش سنتر بلوك مثلا؟ ما جربتيش؟ هي اثنين. ضارب انت ضارب بس. يعني اصل ممكن يبقى في لاعب بيلعب في اكثر في مكان. لا ما لعبتش في حته غير اثنين الصراحه. طيب مريم خليني اجي لك برضه، يعني يعني النادي الاهلي دايما بيعتمد في شغله على المركز الاول، يعني النادي الاهلي بيشتغل عشان داخل ياخد مركز اول، مركز ثاني بالنسبه لنا زي العاشر. ايوه بيبقى الجماهير نفسها ما بتبقاش راضيه تماما لو حصل اي اخفاق او حاجه، بيدعم الفريق طبعا. شايفه ده ضغط حميد ولا ضغط سيء ان انت دايما مركز اول يا اما بلاش؟ بصراحه مش شايفه انه هو اكيد ضغط، بس زي ما قلت لحضرتك انا اصلا من نادي الشمس، والجيل بتاعي ساره امين وايه خالد وايه شامي وكده، احنا كنا من اول ما واحنا ناشئين لحد الفيرست تيم بتكسبوا، احنا الاول. اصلا وكان برضو نفس السيستم متربيين عليه يعني، احنا كان حتى مش ما فيش اوبشن ان احنا يبقى اول او لا بالعكس يعني، احنا كان بيبقى فيه كمان تارجت نقط جوه الماتشات وبنتعاقب لو النقط زادت. فده اللي احنا اصلا اتربينا عليه وده اللي متعودين عليه، عشان كده انا كنت اكسايتد قوي اني ارجع للكوميونتي زي اللي انا اتربيت عليها وزي اللي نفس انا المدرسه بالظبط. مش حاسه باختلاف انا هلعب عشان اجيب مركز، بالعكس يعني لما تبقى في اصلا في انفايرمنت مختلفه بتبقى حاسس ان انت دايما مش راضي، ودايما بتبقى حاسس ان لا مش هو ده اللي انت متعود عليه ومش هو ده اللي شبهك يعني. طب انتوا كنتوا بتلعبوا في بطوله افريقيا 2017 لما كسبتونا في قبل النهائي؟ ايوه. انتوا الاثنين يعني انتوا الاثنين كنتوا في البطوله دي؟ ايوه. طب يعني قصدي اقول ان انتوا كنتوا جيل، يعني الجيل بتاعكم في السن ده، وكان مين كابتن يسرى باين رجعت من الاعتزال لعبت معاكم صح؟ في البطوله دي فاكر انا الموضوع ده، وطلعتونا من النهائي وخسرتوا الفاينل. طيب خسرتوا الفاينل اللي بقى؟ زعلتونا يعني، خلاص فرقه مصريه وصلت المفروض تكسب. ايوه صح. يعني خسرتوا الفاينل من صفاقس التونسي صح ولا لا؟ كان كارتاج. لا كارتاج. ايوه صح. فاكرين ليه؟ لا بصراحه هم فرقه كبيره قوي الصراحه. كنتوا لسه صغيرين. احنا كنا لسه يعني كان عندنا 18 سنه، ف يعني احنا اصلا كنا رايحين ما فيش اكسبكتيشنز قوي ان احنا نعمل حاجه، فرق جامده قوي بس ولا عشان بس هو كان ماتش كويس الصراحه، ولا عشان لعبتونا خمس جيمات فتعبتوا جامد؟ لا لا ولا ايه تعبنا احنا ولا ايه؟ بس انتوا بعديها بعد السنه دي انتشرتوا اغلبكم. يعني السنه دي اللي بعدها كلنا اتفرقنا يعني. كنت يعني في اللي راح الزمالك واللي راح الاهلي وفي كمان اللي قعد في الشمس. فالجيل ما يعني ما قعدتوش مع بعض السنين دي يعني. في ناس كتيره طلعت. في ناس كتير. طب وفي عندكم تقريبا اثنين طلعوا جامعات صح؟ اثنين ندى ونوره. ندى ونوره اثنين اخوات صح؟ توأم ولا توأم صح؟ هم طلعوا جامعات لسه هناك لغايه دلوقتي. لسه هناك. كان برضو نفس الجيل. هي ندى خلاص ندى راحت سويسرا. محترفه هناك صح. ونوره بتعمل ماسترز دلوقتي. ماستر. فعشان كده انا فاكر الجيل بتاعكم كان حاجه جامده بامانه. بس انتوا كنتوا هنا في 2017 يعني في الدوري كسبناكم قبل ما نسافر 3-0 بقى و3-1. وبعد ما رجعنا. وبعد ايه؟ ولما رجعنا. فانتوا بس انتوا ما شاء الله علمتوا علينا في افريقيا يعني ما شاء الله يعني. بس انتوا ليه؟ بس خلينا بعد الرياضه طبعا ما فيش احنا بنهزر يعني. ولكن خلينا اتكلم برضو على انه النادي الاهلي اتعرض برضو يعني الموسم ده لرحيل اربع لعيبات، ده طبيعي جدا وده يعني ما فيش مشكله، الاحتراف واللي عايز يعني يمشي اهلا وسهلا ما فيش اي مشكله خالص، عقده انتهى خلاص. اكيد طبعا ده هيقوي المنافسه. اكيد. شايفين التنقلات دي ازاي؟ يعني شايفين اللعيبه بتتنقل او اللعيبات بتتنقل؟
شايفين المنافس برضو هل هيبقى بالقوه ان احنا نقدر ان شاء الله السنه دي ناخد، يعني شايفين فنيا المنافسه هتبقى ازاي؟ هو الدوري السنه دي هيبقى قوي قوي، يعني مش زمالك بس اللي دعم، يعني حتى سبورتنج جايبين محترفه كانت جامده قوي، كانت معانا في الزمالك وحضرتك تعرفها. كانت معاكم السنه اللي فاتت ولا قبليها؟ ماريا اللي قبل اللي فاتت. فهي محترفه جامده قوي، سبورتنج جابها. جاب لاعبات مصريات كمان ولا ما جابش؟ لا، سموحه خد ناس من الزمالك، فكل فرق بقت بتدعم الدوري ده. فده مش هيبقى بس دوري ما بين اهلي وزمالك، لا يعني هيبقى الفرق الدوري هيبقى حلو يعني. بجد ناس كتير قوي هتبقى مستنياه يعني. طيب والشمس كمان دلوقتي سمعت انه عامل جيل كمان كويس، يعني في لعيبه لاعبات صغيرين طالعين زيكم زي ما كنتوا طالعين صغيرين برضو في الشمس كده. اكيد صحيح الكلام ده. طب خليني برضو عايز اعرف بعض التفاصيل اكتر فنيه، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل كلامنا مع صفقات كره الطائره سيدات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع علياء ومريم، صفقتنا اللي انضمت للنادي الاهلي السنه دي في كره الطائره سيدات. يمكن مريم اجيلك، اكيد يعني نظام التدريب مختلف السنه دي، يعني هل نفس النظام بتمرن على فترتين ولا بتمرن على فتره واحده وتبقى ممتده يعني 4 ساعات مثلا؟ احنا الفتره دي بنتمرن يعني فتنس وفولي بس ورا بعض، يعني مش مره الصبح ومره بالليل. هي يعني بتبتدوا مثلا 6 مثلا، بنبدا 5 وبنخلص 8 ونص مثلا، 8 9 10 الحمد لله ما عندوش مشكله. نشوفكم يعني بتاخدوا الاول فتنس الساعه 9 ونص وبعد كده بيقولوا بول ساعه ساعه ونص على حسب ميعاد الصاله. طب ده شايفاه مجهد ولا شايفاه الدنيا كويسه والامور ماشيه كويسه؟ لا تمام، يعني هو قريب قوي من سيستم المنتخب يعني عامه. المنتخب يعني بيمرن كده في الاول بيبقى كده، بعدين بقى لما بندخل معسكر بيبقى صبح وبعد الظهر. طب انت شايفه علاء ازاي؟ شايفه التمرين برضو على فتره واحده كده بيبقى اريح ولا نعمل صبح وبعد الظهر؟ يعني شايفه ولا انت واخده على النظام ده عادي؟ هو انا واخده على النظام ده الصراحه، بس لا يعني مش فارقه قوي. مش فارقه الاثنين مجهدين بالظبط، المواطنين تعبانين وكده بنتعب وكده بنتعب الصراحه. بس هو يمكن الصبح عشان في مثلا ناس ممكن تبقى بعد كده هتبقى في دراسه، خلي بالك في ناس بعد كده بتشتغل او بتشتغل صعب. دلوقتي بيبقى صعب، فهو كابتن حمدي بينقي الميعاد او الوقت اللي يبقى ينفع فيه كل طب الماتشات اتحددت يعني؟ هل بدات ماتشات ولا عندك خلفيه ممكن ماتشات انت في شهر 11 10 يعني؟ هو ممكن في نص 10 بس ما تحددش يعني، لسه ما حدش قال حاجه. طب وليه ما حددوش المنتخب يعني؟ سوري انا اسف، الاتحاد ما حددش ليه برغم ان ما فيش منتخب سيدات عنده اشتراكات؟ يعني برضه غريبه، كل الاتحادات اعلنت نظام مسابقتها وفي ناس بدات اليد بدا، فغريبه ان الكره الطائره عندهم يعني شويه تاخير في المسابقات، مش عارف ليه السبب. يعني ليه نبتدي 11؟ ده 11 بيبقى دوري المرتبط سله بيخلص. طيب في اصابات دلوقتي معانا ولا الحمد لله الفرقه تمام؟ لا الحمد لله تمام لحد دلوقتي، نمسك الخشب كله تمام الحمد لله. طب قولي لي انت بتبتدي يومك ازاي عليا؟ يعني بتبتدي يومك ازاي؟ بتعملي ايه يعني؟ ايه 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 يعني إيه التدريب يعني بيمثل في وقتك قد ايه؟ بتشتغل يعني بتعملي ايه الصبح مثلا؟ يعني في وقت الجامعه طبعا لا بيبقى انت لسه بتدرسي؟ بتدرسي ايه؟ تجارة خارجية. صعبة برضه. فين بقى؟ في يعني في هي في الزمالك. في الزمالك بس قريبة برضه. الحمد لله. الدنيا قريبة، اطلع الجامعة وبعد كده اطلع التمرين. خلاص جامعة اطلع التمرين. فالدنيا كويسة يعني الحمد لله. يعني انت جيت الشمس اليوم بيبقى شوية، جيت الشمس قربتي الدنيا كلها بقت في زون واحدة يعني الحمد لله. يعني انت لسه بتدرسي، فاضل لك قد ايه دراسة؟ فاضل لي سنة خلاص. فاضل لك سنة، السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. طب وانت يا مريم؟ لا انا خلصت. خلصتي جامعة؟ بقى لي سنة. بتشتغلي ولا؟ بتشتغلي فين؟ اقول اسم الشركه؟ لا لا، يعني شركه مجالها ايه يعني؟ اتصالات، نتورك انجينير. انت مهندسه؟ ايه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ ليه بس؟ ليه الهندسه دي يعني؟ بصي بس هي حاجه كويسه، ما انا مهندس. بس طبعا بتعاني في الدراسه. طب مين اللي دخلك يعني؟ ايه مين كان رغبته؟ انت؟ بصراحه هو الموضوع كان صدفه قوي بجد. ازاي؟ يعني بص، انا عامه يعني المايند سيت عندنا في البيت طول عمرنا متربيين ان الرياضه دي مهمه زيها زي الدراسه بالظبط. يعني مفيش حاجه اسمها اني اغيب من التمرين عشان عندي مذاكره او اجل مذاكره عشان التمرين. زي دي. ده فعلا يعني. وبعدين بس انا اصلا كنت عايزه ادخل بزنس، هو ده كان التارجت، وكان التارجت ادخل اكاديميه بحريه برضو علشان البوليسي بتاعت الجامعه بتسبورت قوي الرياضيين. فبعدين بالصدفه في ثانويه عامه بتاعتي سافرت 3 بطولات مع المنتخب، وكان النظام بتاع الدوري بتاعي برضو ان احنا بنلعب ماتشات مجمعه في السويس. تمام. فدي كانت اكتر سنه مهمه في الدراسه وفي نفس الوقت اكتر سنه زحمه في البولي. ماتشات بعيد بالظبط. بس انا كده ما كانش فيه بريشر عشان كنت عايزه ادخل بيزنس. وانا اصلا بحب الدراسه قوي عامه يعني. بعدين لما بقى النتيجه طلعت فجبت نتيجه هندسه عين شمس. ف
حتى ساعتها صدفه. بالصدفه ابدا لا يعني هي مش صدفه، يعني انا عمري ما كان تارجت اني عايزه ادخل هندسه، بس جبتي مجموع. بس انا ببذل مجهود في الدراسه، متعوده على كده، يعني بطلع من الاوائل في المدرسه او كده. بس على فكره يعني انا اول حد اشوفه كده، يعني بيبقى عايز هندسه بيبقى بيذاكر عشان عايز يخش هندسه. لا انا عمري ما كنت عايزه ادخل هندسه، ولا اهلي كانوا عايزيني ادخل هندسه. خلي بالك انت، عدم وجود ضغط هو اللي خلاك تجيب مجموع. بالظبط، انا يعني هو انا اتعودت اني ابذل مجهود في اي حاجه بعملها. بعدين بقى لما جبت مجموعة هندسة، فمامتي هي يعني هو السبب، كان almost مامتي اللي هو يعني دي كانت اكتر سنة زحمة ليكي وانتي شاطرة وعرفتي توفقي وكده، طب ما تدخلي هندسة ليه تدخلي بيزنس ومش عارفة ايه وكده. فجأة يعني صليت استخارة، وفجأة لقيت نفسي بسحب الورق بتاعي من بيزنس وديته هندسة. ودي كانت القصة. ده فعلا. بس غريبه يعني، بس هو لكل مجتهد نصيب، ما فيش حاجه بتيجي سهله. ودلوقتي مش ندمانه خالص، بالعكس يعني حتى لما جيت اشتغلت حسيت ان ربنا خلقك الخير طبعا. يعني انبسطت قوي، يعني عجبني فيلد بتاع شغلي قوي بصراحه، فما حسيتش ان نفس الكلام برضو ولا ايه عليها؟ انت ما يعني ما كنتش يعني كان ليكي هدف ان انت تدرسي حاجه، ولا هو المجموع اللي فرض علينا كده؟ هو انا كنت عايزه اخش ألسن عامه، بس هي يعني وقفت معايا على 1%، مش مشكلة بس بقى. فدخلت الكلية اللي انا فيها جداً الدنيا قريبة جدا. بس عادي يعني، مبسوطة الصراحة. مش يعني سعيدة في دراستك وكده. يعني ما عندكيش أي أزمة. طب قولي لي يعني نرجع للفولي بول، خلاص يعني الدراسة والشغل خلاص. طب في الفولي بول يعني يمكن خلينا نرجع لنادي الشمس فلاش باك. أنت لعبتي فولي بول إزاي؟ بدأت إزاي؟ أنا بدأت وأنا عندي 10 سنين بس. متأخر. عشان أنا كنت بلعب أصلاً سباحة وجمباز قبلها. السباحة كل بتبتدي كل الناس كده. كنت عايزه اجرب اي لعبه جماعيه بقى، باسكت او كده، بس بابا كان بيلعب فولي فدخلت فولي. طب حلو جدا. بس وبعدين عادي انا كنت داخله لقيتهم بقى خدوني في فرقه وكملت يعني. وبدات بعد كده بقى منتخبات وبتاع. الله، طب ما الفولي بول كويسه ايه، لا سيبنا بقى من السباحه وسيبنا من الجمباز. لا وقفت بقى كله. طب وانت يا مريم نفس الكلام؟ انا لعبت بالصدفه برضه. انا كنت بلعب سباحه برضو نفس القصه. وبعدين كان عندي، انا عندي اخت اصغر مني بس هي بطلت فولي دلوقتي. كانت بتلعب فولي بس هي كانت مرتبطه بيا قوي. فبابايا في يوم استاذن المدرب ان انا انزل العب معاها علشان ده مش سنك. انت كنت اكبر. علشان بس اختي كانت خايفه قوي وكده. نزلت التمرين ما خرجتش يعني لغايه دلوقتي. بالظبط كده. رحت الشمس ورحت الزمالك ورحت لغايه دلوقتي بسبب ما هو منزلني التمرين. يعني كله ورا بعضه. بالظبط. بس يعني واضح ان انت يعني ونفس الكلام لعلياء، ان انتوا يعني الفولي بول بالنسبه لكم يعني مش موضوع رياضه والسلام، لا ده انتوا حبيتوه. يعني وانتوا صغيرين لما دخلتوا، لان انتوا كنتوا بتلعبوا رياضات ثانيه. ايوه. واللي بيخش رياضه هو حبيبها بيتفوق فيها، دي معروفه يعني. أيوه. طيب قولي لي لما لقيت الترحاب من جمهور النادي الاهلي ان انتوا انضميتوا وبداوا يجيبوا صوركم على الصفحات ويقولوا انضمام ويقولوا الصفقات وبتاع. أيوه. الموضوع ده بسطكم؟ قوي يعني. كنت طول عمري بسمع عن قد ايه الجمهور بتاع النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني، وان هو سبورتيف قوي للعيبه، ويعني بيدعمهم قوي في اي حاجه حتى لو في مشاكل او كده. وعمري بقى ما كنت حسيت الاحساس ده غير بقى لما بقيت بقى بقيت بارت من. طب واستغربت ان يعني الموضوع انتشر ازاي والناس عرفت كده بسرعه ازاي، ولا لان الناس عرفت والصفحات كتبت من قبل ما يتم الاعلان حتى؟ هو ما كانش في اي حد يعرف يعني. حتى صحابي في الفرقه هم فجاه لقوني في التمرين. يعني ما كناش قايلين خالص. بعدين فجاه انا لقيت كل، يعني انا بجد صحيت من النوم في يوم لقيت موبايلي كله مسجز ان الخبر انتشر. ما اعرفش ازاي يعني، ما اعرفش الا مين عرف فقال مش عارف على طول في ثانيه. وانت نفس الكلام يا عليا برضه يعني، ولا يعني اكيد اول ما مضيتي او في كلام لقيت صفحات بتكتب بقى يبعتوا لك اللينكات ويبعتوا لك الكلام ولا لا؟ انا اول ما مضيت برضه ما كانش يعني ما حدش قال حاجه خالص. بس وانا في معسكر المنتخب بقى لقيت بيج منزله الموضوع، لقيت كله بقى بعدها كله بعت لك وكده وبتاع. طب ده بتحس ان هو حاجه حلوه ان الجمهور بيرحب بيكي وانه عارف ان انت جيتي؟ يعني بتهيألي طبعا احترامنا والتقدير نادي الشمس نادي كبير ونادي يعني شقيق، ولكن بيبقى انت عارف الانديه الجماهيريه بيبقى الموضوع غير. حسيتي الفرق؟ هو احساس مختلف قوي الصراحه. يعني ما كانش في الموضوع ده قبل كده خالص، عشان نادي الشمس مش جماهيري قوي برضو زي الاهلي. بس هو احساس حلو يعني. بعتوا لك الجماهير مثلا حبلوا يجيبوا الاكونتات بتاعكم على السوشيال ميديا وبعتوا لك؟ صح بعتوا لكم صح نفس الكلام. بعتوا لكم ورحبوا بيكم وبتاع والكلام ده كله. طيب شايفه ده ضغط حلو يعني؟ ضغط كويس يعني. اصل في لعيبه خلي بالك، في مثل دايما بيقول ان مثلا يقول لك بالذات في الكوره يقول لك مثلا تيشيرت نادي الاهلي تقيل
في الكوره يعني. هو مش تقيل عشان وزنه تقيل، هو تيشيرت، ولكن أيوة. المسؤوليات اللي بتلقى على عاتقك من أيوة. تيشيرت النادي الاهلي هي دي اللي تقيله بالظبط. واولها طبعا ان انت بتلعب لجمهور ما بيقبلش ابدا المركز الثاني. أيوة. شايفه ده ازاي يعني؟ انا سالت مريم حتى ما سالتكيش السؤال ده، شايفاه ازاي؟ يعني هو مش ضغط على قد، بس ان انا حاسه بمسؤوليه اكبر بكتير، وان انا لا عايزه يعني ما اغزلش الناس دي، وان انا عايزه اطلع كل اللي عندي بس عشان الناس دي تفضل مبسوطه بيا كده يعني. اكيد اكيد يعني شايفه ده دافع مش بصراحة. حاجه سلبيه؟ لا لا خالص. طيب انا عايز اجابكم على طبعا ايه اللي شفتوه في النادي الاهلي مختلف عن اي مكان رحتوه، مع كل طبعا الاحترام للانديه الاخرى، ولكن استاذنكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع صفقات الكره الطائره سيدات علياء ومريم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اجيلك يا عليا يمكن، او علياء يعني عشان يبقى عليا صح؟ ماشي. يعني اصل في البعض ما بيرضاش يعني ايه يعني الهمزه بتضايقه، فانا بحب ابقى حريص شويه. طيب اكيد انت لما جيت النادي الاهلي شفت حاجه بتميز النادي الاهلي يعني، معلش اي مكان بتخشه مع كل الاحترام طبعا للانديه الاخرى، بس حاجه يعني ميزت النادي الاهلي، ايه اللي انت شايفاه مميز خلال الفتره اللي انت قعدتيها؟ السيستم صراحه اكتر حاجه اخدت بالي منها. كل واحد يعني من اكبر حد لاصغر حد كل واحد مركز في شغله، و ناس محترمه قوي الصراحه. ممكن اي حد يبقى معدي في النادي بيجي بس ان هو يتكلم معايا عشان يشجعني، دي حاجه الصراحه ما شفتهاش في اي نادي ثاني. بس يعني شايفه العوامل دي تساعد على النجاح يعني؟ شايفه عليا الحاجات دي تساعد على النجاح؟ الصراحه يعني شايفاها حاجه كويسه جدا، وشايفه ان ده حاجة مختلفة يعني اتموسفير جيد للنجاح يعني. شايفه ان هو يعني بجد انا حاسه ان كل اللي في النادي اصلا اللي هو هم عيله كده، كله بيشجع بعض، وحتى لو مش بنلعب نفس الرياضه يعني. بس فدي حاجه مختلفه قوي الصراحه، كويسه يعني. ان شاء الله تنجحي باذن الله. مريم باشمهندسه بقى، انت شايفه ايه بقى في النادي الاهلي يا باشمهندسه مريم يعني مختلف عن اي مكان رحتي تاني؟ هي زي ما عليا قالت، هو بجد اكتر حاجه واضحه قوي حوار السيستم ده يعني، ده ما شفتوش بصراحه في اي نادي تاني. في نظام، في نظام، وكل واحد عارف هو مسؤول عن ايه وبيعمل ايه، ومفيش حد بيتجاوز يعني حدوده مع التاني، وبرده تحس ان احنا كل نادي فاميلي يعني. بجد ناس كتير قوي نبقى مش عارفينها تلاقيهم جايين يشجعونا ومتابعين اخبارنا، وانتوا جبتوا مين وعملتوا ايه، كل الناس عارفه كل حاجه عن بعض، وتحس اكن النادي كله ماشي في طريق واحد ايا يعني كان بقى اللعبه ايه. طب ده بيخليك تركز في شغلك يعني، انت كلاعب بيخليك تركز في شغلك بس؟ طبعا. ما تخلوش في اي حاجه، ما يخلكش في اي يعني بجد مفيش بقى التفكير بقى في المواعيد والفلوس وهتنزل امتى وايه اللي بيحصل، مفيش اي حاجه خالص. بنروح التمرين نتمرن وبس، وعارفين ان كل واحد بقى شايف شغله في البارتس الثانيه دي، مش محتاجه ان انا اصلا اسال عنها او اتابع او اي حاجه خالص. انت لما كنت بره النادي الاهلي كان ليكي تصور معين؟ مش عيب على فكره نتكلم الكلام ده، على فكره لو في حاجه فيها انتقاد عادي جدا مش عشان قناه النادي الاهلي، ولكن انت بره كنت شايف النادي الاهلي بشكل اكيد، لما دخلت لقيتي الصوره دي ولا لقيتي تفاصيل ما كنتيش شايفاها؟ يعني انا كنت دايما اسمع زي ما قلت لحضرتك على حوار الجمهور مثلا وكده، كانت كلها حاجات بسمعها، بس لما عشتها بقى اتاكدت انها فعلا مش مجرد كلام. لا لا يعني فعلا فكره ان الاهلي كيان لوحده ومنظومه لوحدها، ده فعلا حقيقي يعني، ده عشناه بقى. انت عارفه انا لما انضميت للاهلي وكنت بقعد مع فريق السله وكنا بنلعب مباريات وبتاع، اول سنه ليا قلت لهم يا جماعه بجد يعني، قلت اللعيبه كان جمال وابو خضره وكانوا لعيبه وكان الغنام، فكنا بقعد معلومه يا جماعه انا جاي يعني بقول لكم المفروض النادي الاهلي ما يخسرش بطوله باللي انا شايفه ده. أيوة. بالسيستم بالمنظومه بالحاجات دي كلها انا شايف النادي الاهلي يعني ما يخسرش بطوله. ويمكن يا عليا انت برده نفس الكلام، مريم انت بره كنت شايفه صوره معينه النادي الاهلي وبيكسب وبطولات وبتاع، لما دخلتي لقيتي السبب ايه؟ عرفتي السبب ليه النادي الاهلي بيكسب؟ صراحه يعني انا كده كنت عارفه ان لا النادي الاهلي مختلف جدا، بيبان اصلا في الفرق بتاعته يعني، لا دايما فرق منظمه قوي ودايما داخلين بجد كده، بس انا كنت فاكره ان الموضوع هيبقى موتر وان هو هيبقى موتر لدرجه ان انا اتضايق، بس هو طلع مش كده خالص يعني. لا ده لسه الماتشات لما تبتدي ان شاء الله وتبتدي تساهمي في مكسب وتكسبوا وتبقى هتلاقي نفسك في حقول وفرحه الجماهير بيكوا، لان انتوا دايما يعني اسم الفتيات الذهب، لان هو من كتر ما شاء الله البطولات فانتوا هتبقوا كذلك ان شاء الله. طب خلينا نروح للمدربين، اكيد في مدربين لهم فضل عليكم يعني، مش لازم يكونوا من النادي الاهلي طبعا لان انتوا جايين جداد، بس حقهم عليكم في لحظه زي دي انتوا تذكروهم يعني، هل فاكرين حد من المدربين؟
في ناس كتير قوي بس يعني سواء نادي او منتخب مش شرط نادي يعني. ايوه انا اكتر مدرب الصراحه كان فرق معايا من وانا صغيره كابتن محمد علي. كابتن محمد علي وكابتن اسلام المغربي برضو هو بيمرن هنا في الاهلي. بيمرن في الاهلي كان بيمرنك في الشمس ساعتها ولا؟ كنت في الشمس وكنت بتمرن معاه. بس وكابتن نور عطيه طبعا اول حد اداني فرصه في فيس تيم يعني. جميل كابتن نور بجد من اكتر الناس اللي فرقت معايا يعني. وكابتن ايهاب برضو في المنتخب ممتاز مرنت معايا 3 سنين ففرق معايا جدا بصراحه كتير قوي انا مش عايزه انسى حد بس احنا دي اكتر ناس بس يعني يمكن يعني اللي جاي طبعا يعني عذر لو نسيتي حد اكيد يعني مش مقصوده يعني. طب مريم انت في حد في دماغك مثلا كان ليه فضل عليكي مش لازم برضو هم بجد كتير قوي يعني انا اتمرنت مع ناس كتير قوي بس ممكن مثلا في الشمس وانا صغيره كابتن حسام سيد الله يرحمه كابتن هيثم كابتن هشام حجاج كابتن توتو في المنتخب بجد لحد دلوقتي هي انا اول بطوله لعبتها في المنتخب كانت هي اللي ماسكينها وانا وقتها كان ما اتبعتش اسمي للنادي والفرقه كانت معسكره مثلا سنه ونص والبطوله بتتاجل وبعدين كان في ماتش شافوني فيه وكان فاكريني ان انا اصلا في سني الاكبر عشان انا مش موجوده في المنتخب وفعلا اتجمعت مع الفرقه الاكبر ولما رحت وكابتن توتو شافتني وعرفوا بقى ان انا اصلا سني اصغر ضمتني بقى للفرقه وحظي في البطوله دي كان في لعيبه في نفس مركزي وصايد كبيره قوي وهي بجد وقفت في ظهري وما فرق لهاش كل الكلام ده خالص خالص بجد وخدتني مع ان انا والله مع ان انا كان قبل البطوله بخمس شهور وهم بقى لهم سنتين مثلا سنه ونص ولعبت البطوله دي وكنت اساسي شفت انت الاكفا وما استجابتش لا كابتن تاني توسن صاحبه مبادئ بالظبط وبنت النادي الاهلي وهي لما بتقعد في مكان او بتبقى في مكان بتقول لا انا يعني هعمل مصلحه المكان ده هي رول موديل لكل اللعيبه يعني كده كده طيب خلينا نتكلم عن المنتخبات ايه اهم البطولات اللي انت خدتوها في المنتخبات اللي ما تنسوهاش خاصه ان انتوا ممكن تكونوا لعبتوا مع منتخب مصر مع بعض او حاجه لا وانا وعلي عمرنا ما لعبنا هي علي اصغر مني في المنتخب الاصغر مني فانا كان يعني انا سني مع ساره امين وايا خالد وكده لا انا قصدي يعني مش قصدي ان انتوا يعني ممكن تكونوا لعبتوا مع بعض مش لازم تكون بطوله مع المنتخب بطوله دوليه لعبتوها مع بعض انا قصدي اقول ايه البطولات اللي في ذهنك مش هتنسيها سواء منتخبات او منتخبات كبيره بطوله عالم هو لعبت انا لعبت 5 بطولات افريقيا و4 عالم تقريبا دول الشباب يعني قصدي شابات يعني انا لعبت في كل السنين يعني شقيت شابات 23 فيرست تيم حلو ممكن اكتر بطوله اللي هي اول واحده خالص اللي قلت لحضرتك بتاعت كابتن توتو تمام دي اكيد مش هنساها طبعا وبرده اول بطوله تصعدتها كنت شابات وتصعدت 23 كان كابتن بلوف وكابتن هشام صالح فبرضو دي كانت بطوله مهمه قوي بالنسبه لي اكتر بطوله من دول يعني ده السي في انا عايز بطوله انت كده نشيني عليها قولي هي اول بطوله ليا اول بطوله مع تاني توتو دي كانت سنه كام 2013 خلاص بص بيبقى هو في حاجه كده في دماغ اللاعب طب بالنسبه لك عليها انا اول بطوله برضو توت افريقيا في الجزائر سنه كام 2014 كان عندي كام سنه كان عندي 13 13 صغننه خالص بس مساعدينك 14 بس مساعدينك مع الاكبر منك انا يعني رحت ليله السفر بس كنت بتلعبي مع الاكبر منك ما شاء الله عشان انت كان مستواكي فارق الحمد لله طب ليه رحت ليله السفر ليه اكيد عشان حد اتصاب سبحان الله انا كنت مشيت قبلها باسبوع اصلا بعدها ليله السفر بقى لقيتهم بيكلموني مكتوب تحصل كتير طيب رحتي اديتي كويس الحمد لله ما عشان كده فاكراها قوي سبحان الله 2014 صح ورحتي واظن بقى لما بتلعبي وانت صغيره مع المنتخب ده لما يجي يتجمع سنك بقى خلاص يا باشا بقى مين بقى انت بتكلمني في ايه بقى ده انا لعبت مع الاقدم فطبعا بتحس انت رايحه من منتخب انا رقم واحد بتاخده صح؟ لا يعني مش قوي كده لا بتبقى كده لا لا والله لا والله بتبقى كده بنمشي برضه صح لا ما بتبقى قلق عشان انت ناجحه انما في العادي طالما انا لعبت مع الاكبر مني انا مريت بالظرف ده لعبت مع منتخب مصر الكبير وانا كان عندي 21 سنه قعدت 10 سنين انتوا بتعملوا ايه يا جدعان انا لعبت وانا عندي 21 سنه فهي بتبقى البدايه بالنسبه للعيب هي بتبقى هي دي يعني انت فاكره البطوله دي مين كان مدربكم كابتن ايهاب كابتن ايهاب عشان كده انت افتكرتيه سبحان الله مكتوب لك كابتن ايهاب علي صح راجل ممتاز جدا ولسه كسبان مع منتخب الناشئات امبارح طيب خلينا نروح للي بعد كده يعني احنا اتكلمنا طيب في ذكريات يعني سيبك بقى من اهم بطوله بيبقى في ذكريات معينه في السفريات بالذات بره مصر موقف شنطه اتنست شنطه ضاعت مش عارف حد الطياره فاتتكم باد ويزر في طياره
خدتوا مطبات جامده، يعني في موقف كده انا بالنسبه لي في مواقف في دماغي محفوره. يعني احنا في بوتسوانا مثلا كان عندي بطوله في بوتسوانا. بوتسوانا دي في افريقيا؟ حلو. شنطنا كلها اتاخرت، كلها كل الفرقه، كل البعثه، كل الفرقه معاش. وصلت المطار هناك فين الشنط؟ مفيش. وقعدنا 3 4 ايام معناش حاجه، وبنتمرن باللبس اللي احنا جايين بيه وبنغسله، وكنا كمان قاعدين في دورمز بتاعت جامعه فكانت كارثه. وشباك اوضتي كان مكسور وعلى شجره على طول كده، وكان في تعبان بياكل يمامه على الشجره. كانت جميله، وقرود بتطلع وحاجات كده. بجد ده مش دورم، ده غابه، ده كارثه والله. وفاكره ان انا بعدها حصل لي، يعني احنا كانت الميه بتاعه البلد دي فيها نوع بكتيريا اسمه اميبا. اميبا طبعا معروف. فرجعت من البطوله عندك اميبا؟ لا، اول يوم في البيت لقيت شعري كله بيقع، كله بيقع. الله. واضطريت بقى اقصه خالص بقى وكده. ده بسبب الاميبا؟ شعري ما بتعملش كده في الشعر، بتوجع المعده. لا، ما هو احنا ما كانش ينفع نستخدم الميه بتاعه الحنفيات، بس بتستخدموها في غسيل. فاضطرينا بقى تغسلوا الشوكو وتستحموا بيها. هو ده عشان كده جت في الجلد. جت في ناس جالها انفكشن في جلدها، انا الموضوع قلب في شعري بس الحمد لله. يعني خلاص، ذكرى مش حلوه خالص. ذكرى مش حلوه، انا كان قصدي على الذكريات الحلوه. لا ما يعني لا لا بس بنفتكرها. لا لا جميل، يعني جميل. لا لا، ما هو انت بتفتكري، ما هو ده جزء من شخصيه اللعيب. الناس اللي فاكره ان اللعيبه بتسافر تنبسط وتتشوبينج وبتاع، لا مفيش كلام من ده زي ما انتم شايفين. طب عليا، ما يعني مواقف كتير قوي صراحه. مش اديني موقفين، يلا انا معاكي. يعني انا مثلا دايما بنسى الباسبور في الطياره. الله، لا ده انت عظيمه جدا صراحه. لا ده انت عظيمه جدا. نقعد اصلا الطياره دي لوحدها بنبقى كارثه، نقعد نتمشى بقى براحتنا ننسى الباسبور. نسيتيه كم مره؟ مرتين ثلاثه؟ يعني. ويرجعوا يجيبوه؟ لو نسيتيه في مصر مش مشكله، المهم ما تنسوش بقى. لا في الطياره. وانت رايحه هناك بره. طب وايه تاني موقف تاني؟ في سفريه في مثلا يعني مثلا هي حاجات فاكره المفروض اقولها ولا لا؟ يعني في صعوبات في افريقيا مثلا؟ في مدغشقر. الاكل كده كده. جميل. طب انتوا يعني مدغشقر يعني المفروض الدنيا جميله بالنسبه لكم. مفيش وقت بقى نتعلم الكلام ده. تونه بالبصل، تونه بالفلفل. بس في مدغشقر يعني احنا وزعنا الاكل. وزعتوا الاكل. وطبعا وانتوا طالعين ماما بتديكوا كل حاجه في الشغل. الجو الجميل ده. انا مش عايز اقول لكم قد ايه انا سعيد جدا بيكم، وان شاء الله انا متفائل خير بوجودكم في النادي الاهلي. عاليه طبعا، عاليه هاني. بشكرك، نورتيني وشرفتيني. شكرا. مريم، اقول لك يا باشمهندسه ويا كابتن يا باشمهندسه. مريم ثروت، بشكرك، نورتينا وشرفتينا، وكل التوفيق ليكم ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا وتعرفنا بنجومنا وصفقاتنا الجديده في الكره الطائره سيدات. انتظرونا وبرنامج الابطال وحلقه جديده وان شاء الله ابطال جداد. شكرا جزيلا على حسن المتابعه.